أكدت سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسة لجنة الشباب بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تسعى بشكل مستمر وبكل جدية لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمختلف أنواعها. جاء ذلك خلال ترأسها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع السابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بعضوية سعادة النائب أحمد صباح السلوم. وأكدت الفضالة أيضا أن هذه المشاركة تستهدف بحث العلاقات الخليجية الأوروبية وآليات تعزيزها وتقدمها، وبما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ترتبط بشراكة استراتيجية وعلاقات متينة تستند على أسس تاريخية ومصالح مشتركة، مشيرة إلى أن موضوع حماية حقوق الإنسان يعتبر من أهم المواضيع المشتركة بين الجانبين، مشددة على ضرورة احترام خصوصية الدول فيما يتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية للشعوب والمجتمعات، مع مراعاة اختلاف العادات والتقاليد والقيم والمبادئ المجتمعية، مؤكدة على حرص مملكة البحرين على تعميق روح الحوار وتعزيز التعايش السلمي وتحقيق تطلعات الشعوب في السلم والاستقرار.